إلى المجهول، إلى الدمار، إلى الهاوية. إحنا يعني شعب منهار بكل مصداقية. أنا أأمل يعني أن تنتهي الحرب وينتهي كل شيء. في ظل تهدم منازلهم وتشردهم، فلسطينيون من جباليا يرون معاناتهم للعربية ويستغيثون لإنهاء الحرب. إعلام إسرائيلي يكشف عن أن الجيش كثف عملياته في خان يونس بحثاً عن السنوار بهدف اغتياله. تزامناً مع توسع رقعة الاشتباكات، برنامج الأغذية العالمي يعلق المساعدات في أجزاء من ولاية الجزيرة السودانية. All those unlikely to get asylum will have to go through mandatory والاتحاد الأوروبي يتفق على تشديد نظام اللجوء وانقسام في فرنسا بسبب إجراء مماثل. ونحييكم مشاهدينا إلى التفاصيل. وثقت العربية من داخل مدينة جباليا شمال غزة معاناة المدنيين الفلسطينيين في ظل تهدم منازلهم ومناطق سكنهم بالكامل، وناشدوا المجتمع الدولي والمعنيين بضرورة إنهاء الحرب فورا. التوبة شمال مدينة غزة في مخيم جباليا تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف، اضطر السكان على إثرها إلى النزوح وإلى اللجوء الأوروروا. شهدت هذه المنطقة غارات كثيفة من قبل الطيران الحربي ومن قبل المدفعية. هنا في هذا المنزل التقى تقريبا أكثر من 17 فردا وبقيوا تحت الأنقاض. أن تنتهي الحرب بكل مصداقية. أنا أأمل يعني أن تنتهي الحرب وينتهي كل شيء، خلاص كفي. حجم الدمار رهيب جدا، ونحن نسير نرى هذه المشاهد المبكية. إذا عاد سكان هذه المنازل من جنوب غزة لن يجدوا مأوى لهم بعد هذا الدمار والقصف. مش عارفين احنا حنضلنا في مراكز الايواء الى حينما يا ربنا يفرجها علينا. يعني احنا وين نروح؟ يعني هاي بيت، هاي حط الكاميرا علي. ايش اسكن فيه هذا؟ ايش الدمار هنا؟ ابار المياه التي توزع المياه على المنطقه قصفت، وهي تابعه لوكاله غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. 75 يوم معاناة، 75 يوم دمار، 75 يوم جوع، قلق، خوف. من جد 75 يوم ما عشناش ولا يوم ولا دقيقة ولا ثانية إنه نعيش براحة. هذه هي الحرب العسكرية، لكن الحرب ستبدأ بعد انتهائها، وستبدأ معاناة وقصة من الألم جديدة لأهالي وسكان قطاع غزة. لهنا تنتهي هذه التغطية على أمل أن تنتهي الحرب ونعود إلى ما قبل 7 أكتوبر. ومشاهدينا، بينما تحضر إسرائيل لتوسيع عملياتها في خان يونس، أفاد مراسل العربية بقطع كافة الاتصالات في جنوب القطاع. وبالتزامن مع ذلك شن الطيران الإسرائيلي قصفا مكثفا على جباليا وخان يونس بشمال وجنوب غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن القصف استهدف مناطق سكنية مأهولة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين. وفي وسط القطاع قصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في محيط مستشفى شهداء الأقصى، فيما شهد مخيم صراط اشتباكات عنيفة بين جنود إسرائيليين وفصائل فلسطينية.
مشاهدينا، قبل المتابعة نشير إلى هذا العاجل في تطورات ذات صلة مع ملف الحرب على قطاع غزة. بحسب يدعوت أحرنوت تقول بأن إسرائيل اقترحت صفقة تبادل على مرحلتين بحسب مصادرها عن إسرائيليين مطلعين على هذه المفاوضات، وبأن حماس بحسب طبعا نفس هذه المصادر ترفض كافة مقترحات صفقة التبادل التي لا تشمل وقفا لإطلاق النار. وستبقى متابعتنا مستمرة لكل هذه التصريحات ولكل هذه التطورات. في هذا الإطار وصف فلسطينيون لحظات الرعب التي عاشوها جراء القصف الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل العديد، حيث تم نقل العديد للعلاج في مستشفى الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. ما شفناش إلا من غير تحذير ومن غير أي حاجة نزل علينا صاروخ، طلعنا اللي طلعنا وظل اللي ظل. لحتى الآن والله ما بقدر أقول لك، مش عارف كم من شهيد لسه قاعدين بيطلعوا من تحت. إصابات كل العيلة يا صاحبي. صار يا عمي قاعدين في دور مأمنين إحنا، إيش العصر مش عارف. في شهداء ما يقارب 40 50 شهيد، تقدر تحكي أنت مش أكثر. أول من أربعة وفي جنباري كمان ستة ولا خمسة، يا عم أكثر من 70-80 واحد قاعدين في الدار وراح الواحد، يا ناس كمان. مشاهدينا، فقط استكمالا لما كنا أوردناه في عواجلنا عن يدعوت أحرنوت التي تحدثت عن أن إسرائيل تقدمت بمقترح يحدد مرحلتين. المرحلة الأولى هي لتبادل الأسرى دون وقف لإطلاق النار بحسب مصادر إسرائيلية، والمرحلة الثانية ستشمل كل الخيارات، بمعنى أنه يمكن أن تكون مفتوحة على خيارات عديدة. ولكن بحسب يدعوت أحرنوت تقول عن مصادر إسرائيلية بأن حماس رفضت هذه المبادرة أو هذا الخيار الإسرائيلي، لأن المرحلة الأولى قدمتها إسرائيل دون وقف لإطلاق النار. التفاصيل طبعا في بعض العواجل التي كنا نتابعها منذ قليل، ولكن نستطلع الأوضاع الميدانية من مجمع الشفاء الطبي مع مراسل عربية خضر الزعنون. خضر، أهلا بك معنا، كيف هي آخر التطورات والصورة من عندك؟ أهلا بكريم. يعني آخر التطورات، يعني نستمع إلى دوي انفجارات ناجمة عن قصف مدفعي في المناطق الغربية من مدينة غزة، وتحديدا في مخيم الشاطئ. هذا المخيم الذي تعرض خلال الدقائق الأخيرة على الأقل لثلاثة قذائف من المدفعية والدبابات الإسرائيلية، والتي طالت عددا من منازل المواطنين. هذا يأتي أيضا في ظل عمليات قصف متواصلة في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وتحديدا لعلك تستمع إلى صوت هذا الانفجار الضخم نستمع. الذي هو أيضا ناجم عن قصف المدفعية الإسرائيلية في منطقة مخيم الشاطئ إلى الغرب من مدينة غزة، والذي لا يبعد عن مستشفى الشفاء سوى بضعة مئات من الأمتار. هذا يأتي ريم أيضا في ظل عمليات القصف التي تتواصل، القصف الصاروخي والمدفعي في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وتحديدا في بلدة بيت لاهية وبلدة جباليا ومخيم جباليا إلى الشمال من القطاع، حيث طال عدد من منازل المواطنين قصف صاروخي من الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط عدد من المواطنين يعني ضحايا وأيضا مصابين في تلك المناطق الشمالية. أيضا في المناطق الشرقية من مدينة غزة، تحديدا في حي الدرج وحي التفاح ومنطقة الشجاعية، التي تشهد معارك ضارية بين المقاومين الفلسطينيين وأيضا الجيش الإسرائيلي. هذه المناطق أيضا طالها قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا بالمدفعية الإسرائيلية، ما أدى إلى سقوط أعداد من المواطنين ضحايا وأيضا مصابين في تلك المناطق الشرقية. أيضا في المناطق الشمالية من مدينة غزة، وتحديدا في حي النصر وحي الشيخ رضوان، هذين الحيين اللذين يشهدا عملية توغل واسعة من قبل الجيش الإسرائيلي، تدور في هذين الحيين أيضا اشتباكات ومعارك بين المقاومين من كتائب القسام وأيضا الجيش الإسرائيلي، حيث يوقع المقاومون من كتائب القسام في صفوف الجيش الإسرائيلي خسائر وأيضا إصابات في صفوف الجنود. كل ذلك يأتي أيضا في ظل
عمليات القصف التي تتواصل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة وتحديدا في مخيم النصيرات، والذي تم على الأقل قصف 3 منازل خلال نهار هذا اليوم، أدى لسقوط 9 من المواطنين ضحايا، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع. أيضا في مدينة خان يونس إلى الجنوب من القطاع ريم، هذه المدينة والتي تتعرض على مدار الأيام الماضية لعملية توغل واسعة من قبل الجيش الإسرائيلي، وخاصة في المناطق الشرقية كبني سهيلة وعبسان وأيضا خزاعة ومنطقة القرارة إلى الشمال الشرق من المدينة، كلها تعرضت أيضا لعملية قصف صاروخي ومدفعي، ما أدى إلى سقوط أيضا أعداد من المواطنين بين ضحايا وأيضا مصابين. هناك حتى حديث عن مئات الجرحى خضر في خان يونس في هذه الساعات الأخيرة، صحيح، وهناك 6 ضحايا حتى الآن ومئات الجرحى في هذه الساعات الأخيرة. سنعود إلى كل هذه التفاصيل خضر، السلام لك ولكل زملاء على الأرض. نعم. شكرا جزيلا على كل ما أوردته من معلومات، خضر الزعنون مراسل العربية من مجمع الشفاء الطبي. وسياسيا، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر لها أن قادة فتح وحماس يجرون حاليا مناقشات حول حكم غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن رئيس الحركة يحيى السنوار لم يكن على علم بتلك المحادثات وطلب وقفها فورا، في إشارة لوجود خلاف بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس بحسب الصحيفة. كما نقلت عن القيادة في حماس حسام بدران قوله إن الحركة لا تريد لعبة محصلتها صفر وتسعى لإنهاء الحرب. ووسط تحركات إقليمية ودولية مكثفة للتهدئة في غزة ولإعادة إنجاح صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، أكد مصدر مطلع لوكالة رويترز أن محادثات تجري في الوقت الراهن بوساطة قطرية ومصرية للتوصل إلى هدنة ثانية محتملة في القطاع تعيد حركة حماس بموجبها بعض الأسرى مقابل إطلاق إسرائيل سراح سجناء فلسطينيين. وأضاف المصدر أن عدد الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم ما زال قيد البحث، حيث تصر إسرائيل على إدراج الرهائن من النساء والرجال الأكثر ضعفا. في المقابل، كشف مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN الأمريكية أن الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس ليستا قريبتين من اتفاق نهائي في الوقت الحالي بشأن إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، مؤكدا على أن حركة حماس تطلب المزيد ممن وصفهم بالسجناء المتشددين أكثر من ذي قبل، فيما تطلب إسرائيل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين كجزء من أي اتفاق بحسب تعبيره. وأكد المصدر الإسرائيلي على أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت قد يستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين. نناقش هذا الموضوع ونستعلم أكثر مع ضيفنا من القاهرة الدكتور صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية. أهلا بك معنا أستاذ صبحي. أستاذ صبحي، قبل طرح أو الاستعلام عن مجموعة تطورات خاصة على إثر ما وردنا من عواجل، خلينا فقط نذكر بما أبلغت به مصادر العربية بأن حماس ستعرض على مصر رؤيتها بشأن اتفاق كامل لوقف الحرب في غزة. كما قالت نفس المصادر للعربية أن حماس تطالب بوقف لإطلاق النار وبانسحاب القوات الإسرائيلية لمناطق بعيدة عن المدنيين، ونسبة لنفس المصادر فإن حماس تطالب باتفاق مكتوب وملزم في حال التوصل لوقف لإطلاق النار وصفقة تبادل. دكتور، ونحن في إطار هذه التطورات تأتي بعض العواجل عن يدعو تحرنوت التي تقول بأن إسرائيل اقترحت صفقة من مرحلتين، المرحلة الأولى ستكون خاصة بتبادل الأسرى فقط دون وقف لإطلاق النار، والمرحلة الثانية صفقة شاملة فيها كل الخيارات، ولكن يدعو تحرنوت تؤكد بأن حماس رفضت
هذه الصفقة أو هذا المقترح الإسرائيلي، هل معك بعض التوضيحات أو بعض التسريبات الإضافية؟ يعني ما أعلمه يعني من بعض المصادر أنه الحديث يدور، وما أعرفه حتى من بعض تصريحات حماس، أنه الحديث يدور حوالين وقف إطلاق النار أولا قبل البدء في صفقة الأسرى، ولن يتم ولا يمكن التفكير في أن تتم صفقة تبادل أسرى تحت قصف النيران. والنقطة الخلافية الآن، هل يتم أولا وقف إطلاق النار أو يتم وقف إطلاق النار بعد البدء مباشرة في التبادل أو في البدء في تنفيذ هذه الصفقة على الأرض؟ حماس صر على أنه لا حديث عن تبادل للأسرى قبل وقف إطلاق النار، وإسرائيل تقول لا، لن يحدث ذلك حتى يتم البدء في إطلاق سراح الأسرى أو الاتفاق على الأسرى. المسألة هي مسألة تفاصيل إجرائية، وكما قلت في قبيل الهدنة الأولى أنه أما وأن الطرفين قد جاء ووافق من حيث المبدأ وأعلن رغبتهما بشكل علني على أنهما يريدان الآن الدخول إلى صفقة مفاوضات، فنحن بيتنا أقرب إلى إنجاز هذه الصفقة، والخلاف على التفاصيل تتولاه القاهرة وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه المبدأ الأساسي أو المعضلة الأساسية هي كانت الاتفاق من حيث المبدأ أو الموافقة من حيث المبدأ على الدخول في هذه الصفقة مرة أخرى. وظني أن وفد حماس الموجود في القاهرة صحيح، ولكن اسمح لي فقط السؤال اللي ممكن أن يطرح في هذه الأثناء، على ما تعول إسرائيل حينما تطرح مثل هكذا مقترح بتبادل الأسرى دون وقف لإطلاق النار وهي تدرك بأن حماس لن تقبل ذلك؟ لماذا ترفع سقف المطالب؟ على ما تعول بالتحديد؟ وحماس أيضا ترفع هذا السقف. هو الآن نحن إذا صراع إرادات على الأرض، ومن يفرض إرادته على الأرض؟ بنيامين نتنياهو مأزوم، حماس مأزومة. الفارق طبعا بين طبيعة وحدة هذه الأزمة مختلف على الطرفين، ولكن الطرفين مأزومين. بنيامين نتنياهو طبعا لا يريد أن يبدو راضخا تماما لشروط حماس، وحماس هي الأخرى لا تبدو أن تبدو أمام الفلسطينيين وأمام الوسطاء أنها راضخة تماما لمطالب بنيامين نتنياهو. وهذه عادة المفاوضات قبل أن تبدأ أفهم بشأن هذه الصفقات. وقف إطلاق النار ليس مطلب حماس، وقف إطلاق النار أصبح مطلب للمجتمع الدولي، حتى الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول لإسرائيل أصبح بلينكين يتحدث عن وجوب التهدئة، وبقية المجتمع الدولي فرنسا بقية البلدان تطالب بوقف لإطلاق النار على الأقل أو من الناحية الإنسانية لإمكانية إدخال المساعدات. ولهذا يزيد الخلاف بين إسرائيل وبين المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان الحديث الأساسي يدور حول التهدئة أو الهدنة الإنسانية التي تسمح بتبادل إطلاق سراح الأسرى من هنا ومن هناك. الهدف الأسمى والكبير الذي نسعى إليه على الأقل، أتحدث هنا عن مصر والدول العربية والدول الإسلامية وبعض الدول الأوروبية التي تنحاز إلى هذا الموقف الآن، هو أن نصل في نهاية المطاف إلى وقف دائم ومستدام، كما عبر الرئيس السيسي في بداية هذه الجولة أننا نريد وقف دائم ومستدام لإطلاق النار. إسرائيل الآن تقول أنه لن يحدث ذلك. إسرائيل بنيامين نتنياهو لم يحصل حتى هذه اللحظة مكسبا كبيرا يعود به إلى الإسرائيليين، ولا يمكن له. أنا أقول الآن ما يعطل هذه الصفقة هو محاولة فرض الإرادات على الأرض. من له الكلمة العليا في مثل هذه الصفقة؟ كل الصفقات، كل المفاوضات تبدأ بسقف عالي يطرحه الطرفان، ثم يتدخل الوسطاء لتليين هذه المواقف حتى يتم إنجاز الصفقة. إسرائيل تتحدث الآن وتطرح مخرجا. رأي حضرتك ما هو الهدف الإسرائيلي؟ لأنه حتى في آخر فترة أصبح ضبابيا، أصبح غير مفهوم. ما هو الهدف حضرتك لما تتحدث عن إنجاز إسرائيلي تطمح له حكومة نتنياهو أو حكومة الحرب هذه؟ ما هذا الإنجاز الذي إن طاله نتنياهو سيوقف هذه الحرب؟ أولا هدف نتنياهو يعني لم يكن واضحا فقط منذ أسبوع، وكان غير واضحا وغير واقعيا منذ بداية هذه الأزمة. وأنا أتحدث هنا عن إنجاز يرضي بنيامين نتنياهو، أو على الأقل يستطيع أن يقنع به الرأي العام الإسرائيلي، ولم يعد لديه سوى ملفين أساسيين. الملف الأول هو أن ينجز استعادة الأسرى جميعا، مدنيين وعسكريين أو على الأقل الجزء الأكبر منهم. والهدف الثاني أو الإنجاز الثاني بصرف النظر عن ذلك يؤثر عن حماس ولا لا، هو أن يحصل على ما أسميه رؤوس كبيرة من جانب حماس. هو يتحدث عن يحيى السنوار ومحمد ضيف،
هو يتحدث اليوم ويطلق بعض الإشاعات حول أنه يحيى السنوار يعني فلت من الاعتقال مرتين، هو يريد أن يقنع الإسرائيليين أنه قاب قوسين أو أدنى أن يصل إلى يحيى السنوار، وذلك ربما يكون يعني مبررا أو هدية يقدمها للرأي العام الإسرائيلي أنه انتصر في هذه المعركة وقطع رأس حماس ممثلة في يحيى السنوار، بينما هو بعيد، وهو المعركة التي يخوضها في خان يونس الآن أساسها هذا الموضوع. ويحاول أن يسوق لرأي العام الإسرائيلي أنه اقترب من يحيى السنوار، والحديث الذي تم حتى عن مقارنة ما بين يحيى السنوار وأسامة بن لادن وكيف أن الأول كيف أن بن لادن استغرق 10 سنوات وتم الهجوم عليه، هل سننتظر 10 سنوات؟ قيل لا، ولكن نقول قال هو لهم ذلك، وزير الدفاع قال ذلك أصلا في اجتماعات أنه هذا لا يعني، ولكن يعني أن المهمة صعبة ولكننا اقتربنا من رأس يحيى السنوار. نعم، وشكرك على الانضمام لنا دكتور صبحي عصيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية، شكرا لك. الآن في هذه اللحظات يتم إطلاق هذه القنابل الحارقة في منطقة تل الزعتر، كما تشاهدون يتم إطلاق هذه القنابل الحارقة، وهي الآن تحرق أمامنا منازل المواطنين في منطقة تل الزعتر. أشير كذلك إلى هذا الخبر العاجل أسفل الشاشة، وزير المالية الإسرائيلي يقول يجب اغتيال قادة حماس في الخارج بدلا من التفاوض معهم. إذن وزير المالية الإسرائيلي يعتبر بأن اغتيال قادة حماس في الخارج يجب أن يكون أولوية بدلا من التفاوض معهم، ويتحدث عن اغتيالات بطريقة علنية. على كل موضوع كذلك وتطور سيبقى في المتابعة. في موازاة ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار نجا مرتين في اللحظات الأخيرة من اعتقاله بأيدي القوات الإسرائيلية التي نفذت حملة واسعة تهدف إلى إلقاء القبض عليه داخل القطاع. ووفقا للتقارير فقد توصلت قوات الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة إلى أنفاق يعتقد أو يعتقد أن السنوار كان مختبئا بها قبيل اكتشافها. ونقلا عن مصادر لم تسمها ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش يركز أنشطته بشكل أساسي في مدينة خان يونس جنوب غزة وما حولها من أجل تحقيق هدفه المتمثل في اغتيال السنوار. خسائر غزة الاقتصادية جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع تمثل ثقلا كبيرا يتحمله الموظفون الغزيون. الزميلة روان حمزة تستعرض لنا الأرقام والتفاصيل. قطاع غزة سيتكبد خسائر على كافة الصعد جراء الحرب، ضحايا وقتلى بالآلاف وخسائر مادية فادحة، حيث ستبلغ قيمة الخسائر في القطاع الخاص أكثر من مليار دولار خلال الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. قرابة 90% من المنشآت الاقتصادية في غزة توقفت عن العمل بسبب التدمير أو الحرب، بينما تجاوز معدل البطالة في القطاع 70% حاليا، فيما كان قبل 7 أكتوبر الماضي نحو 45%. خسارة قرابة 182 ألف وظيفة بالفعل في القطاع بواقع 66% من الوظائف، كما أن هناك 160 ألف عامل ممن يعملون في إسرائيل من خلال التصريح توقفوا عن العمل. أما خسائر البنية التحتية فبلغت ما يزيد عن 3 مليارات دولار، فحوالي نصف الوحدات السكنية في غزة دمرت تماماً. في الشهر الثاني للحرب ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بواقع 26%، هذا بالطبع لمن يمتلك بالأساس القدرة الشرائية. فوفق تقديرات رسمية فلسطينية تسببت الحرب على القطاع بارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 90%، وتوقع مسؤولون فلسطينيون أن تستغرق فترة التعافي الاقتصاد وإعادة الإعمار في غزة سنوات طويلة، لكن مستوى التعافي بعد كل حرب ينكمش مع الزمن. مشاهدينا سنتحول مباشرة لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري. حماس كانوا يستخدمون النفق تحت مستشفى الشفاء كمركز قيادة لإدارة المعركة في قطاع غزة، وهذا أثار حركة حماس ضمن هذه البنى التحتية. وعندما تم السيطرة من قبل الجيش على هذه الأنفاق ضعفت قوى حركة حماس.
والجيش الآن يعمل على تفكيك هذه البنى التحتية والقضاء عليها كي لا تكون متاحة لمن قد يفكر بقتالنا في المستقبل والتخطيط لقتالنا في المستقبل. في هذه البنى وجدنا وسائل قتالية ومواد استخبارية حساسة تساعد في التخطيط العسكري وتضع خطط حماس أمامنا، وهذا أيضا بعض هذه الخطط تم تحويلها إلى واقع، والآن هي كلها لدى الجيش. كما أيضا اكتملت السيطرة على كل البنى التحتية لحركة حماس في شمال القطاع ويتم القضاء عليها، وسنواصل العملية هذه أيضا في جنوب قطاع غزة. سنواصل استهداف البنى التحتية في خان يونس. نحن الآن استدعينا المزيد من القوات وسلاح الهندسة من أجل البحث واستهداف البنى التحتية لقادة حماس في منطقة خان يونس. هذه العملية معقدة وستستغرق وقتا بسبب السعي للحفاظ على قواتنا التي تعمل تحت الأرض، ولأن عملية تدمير البنى التحتية تستغرق وقتا، ونحن مصرون على القيام بذلك مهما تطلب الأمر. العملية البرية ستتواصل والقصف البري سيتواصل في كل المناطق التي أشرت إليها وفي كل قطاع غزة. استهدفنا مناطق في رفح أيضا، وسنواصل مطاردة قيادة حماس في كل مكان في قطاع غزة. نشرنا اليوم المزيد من التفاصيل حول قتل الإسرائيليين المخطوفين الثلاثة يتام وسامر، وتبين من مقاطع من تسجيلات كاميرات جو برو كانت يحملها كلب شرطي جندي، كلب عسكري دخل إلى المبنى الذي كان فيه مسلحون فلسطينيون، اشتبكوا معهم جنودنا وتمكنوا من قتلهم، وقتل الكلب بعد أن دخل إلى المبنى من أجل فحص وجود المسلحين. هذا الكلب الذي قتل رصدت التسجيلات على الكاميرا التي كان يحملها أصوات باللغة العبرية للمخطوفين، وهم كانوا في داخل المبنى. الثلاثة كانوا في مبنى يبتعد كيلو متر واحد عن المبنى الذي قتلوا فيه. نحن الآن ندرك أن المسلحين الذين كانوا يحتجزون الإسرائيليين الثلاثة قتلوا. هذا الأمر ساهم في هروب الأسرى الثلاثة حتى وقعت الكارثة وقتل الثلاث برصاص الجيش، والجيش يجري التحقيق. أصدر رئيس الأركان تعليمات بالاستمرار في التحقيق هذا حتى يتم استكماله. حينها سيتم تقديمه مع كافة المواد بما فيها التسجيلات التي كان يحملها الكلب إلى عائلات القتلى الثلاثة. بعد ذلك سيتم تقديم هذه الحقائق للجمهور بعد أن تطلع عليها عائلات الأسرى القتلى الثلاثة. تقع علينا مسؤولية استخلاص العبر من هذا الحدث كي لا يتم تكراره. مشاهدينا سنكتفي بهذا القدر، كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري. سنتوقف الآن مع فاصل قصير، من بعده سنعود لنتابع في هذه النشرة. لحماية الملاحة، التحالف الأمريكي البحري يعتزم إقامة ممر آمن مع تصاعد الهجمات بالبحر الأحمر. وكذلك بعد قليل، الدعم السريع يوسع نطاق سيطرته في واد مدني، واشتباكات الخرطوم تتجدد في السودان.
ونحييكم من جديد. يعتزم التحالف البحري الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية وأعلنت عن تشكيله لحماية الملاحة في البحر الأحمر إقامة ممر آمن مع تصاعد العمليات ضد السفن بحسب ما أفادت به صحيفة فاينانشال تايمز. ويأتي ذلك مع تحويل أكثر من 100 سفينة مسارها من مضيق باب المندب نحو أفريقيا بهدف تجنب هجمات الحوثيين بحسب الصحيفة ذاتها. شدد البيان الختامي لمنتدى التعاون العربية الروسية المنعقد في مدينة مراكش المغربية على ضرورة ضمان حركة الملاحة البحرية في الخليج والبحر الأحمر، ورفض البيان الختامي الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الحركة البحرية وشحنات الطاقة، منددا بشدة بالحرب العدوانية الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة. وعبر البيان الختامي للاجتماع عن رفض المشاركين لأي تبرير لهذه الحرب بما في ذلك الدفاع عن نفسه. وإلى السودان الآن، حيث قال شهود عيان العربية إن قوات الدعم السريع توغلت في عدد من المدن والمناطق بولاية الجزيرة وسط السودان. وذكر شهود أنه من بين المدن التي تمركزت فيها قوات الدعم السريع مدينة الكاملين والحصحيصة ومنطقة فداسي الواقعة شمال مدينة واد مدني عاصمة الولاية. وجاء تمركز القوات أيضا في منطقة الحاج عبدالله المتخمة لولاية سنار جنوب شرق البلاد وفي الطريق الشرقي الرابط بين الخرطوم وعاصمة الولاية. بدوره أعلن برنامج الأغذية العالمي تعليقه المساعدات مؤقتا في أجزاء من ولاية الجزيرة بالسودان بسبب الاشتباكات هناك. قصة الحرب ومآسيها تروى هنا على لسان مودة. بعد فترة حمل عصيبة ومخاض عسير أنجبت ابنتها لارا. فخلال أيام الحرب كابدت أشهر الحمل إلى أن وضعت ابنتها على وقع أصوات المدافع والرصاص. بتدي ولدتها أثناء الحرب في ظروف صعبة، في يعني أوقات كانت صعبة جدا جدا بالنسبة لنا. يعني طلعنا من الحي وسط طلق ودانات، يعني أول ما وقعت الدانة في جنبنا أولي ماتوا 7 نفر في اليوم ذاك. أثناء الولادة أنا تعبت، يعني النزيف ده يعني سبب المشي بالرجول والحياة دي. لا يخلو مركز إيواء للنازحين من قصص تجسد قسوة الحرب. الناجون من الموت لا ينسون ما حدث لهم. حاجتي ما شلت كله ولا حاجة ما شلتها. أيام مردانة شديدة يا ولد، هم شديد ينودة بجري موية يا ولد. كلمة حرب بتعني لي إنه ما في أمان نهائي، يعني فقد الأمان خلاص. يتوزع نازح الحرب في أكثر من 30 مدرسة تمثل مراكز إيواء بمدينة أم درمان. تقول السلطات الحكومية إنها تعمل على تقديم الخدمات الضرورية للنازحين والمواطنين. نحن في حكومة ولاية الخرطوم نعمل بما يمكن أن نقدمه من انسياب للخدمات الضرورية، من القيام بالأعمال والمساندة المدنية للاحتياجات الضرورية للمواطنين. لم تعد الحياة طبيعية كما كانت في مدينة أم درمان. دائرة الحرب دي تهدأ ونرجع بيوتنا، لكن مودة وغيرها يتشبثون بأمل نحو وقت أفضل. رسمت الحرب ملامحها القاسية في نفوس الذين أصبحوا جزءا من يومياتها المستمرة. لا تشرق الشمس يوم جديد إلا وأمل ملايين السودانيين أن يزدل الستار على حرب ما زالت تسلب الأرواح والأمانة والاستقرار. نزار البغداوي، العربية، أم درمان. ومشاهدينا ننتقل إلى ملف آخر يخص الحرب الروسية الأوكرانية، حيث كشف معهد دراسات الحرب الأمريكي أن واشنطن أمام تحديات كبيرة في حال حققت روسيا أهدافها في حربها على أوكرانيا. نفهم أكثر التطورات والتفاصيل مع الزميلة غيداء السالم. إليك غيداء. شكرا ريما.
الجيش الروسي منهك عسكريا على جبهات القتال، لكنه في الوقت ذاته متقدم في حربه على أوكرانيا حتى الآن، فيما لن تنتهي الحرب إلا بتحقيق روسيا لأهدافها، هكذا تقول موسكو. بناء على موقف روسيا هذا، قدم تقرير لمعهد دراسات الحرب الأمريكي تصورا عن تكلفة باهظة قد تتكبدها واشنطن إن حققت موسكو مبتغاها. التكلفة تضع أمريكا أمام خيارات وتحديات، واشنطن ستجد نفسها مجبرة على تعزيز قدرات الدفاع والردع ضد تهديد روسي متجدد، لكن كيف؟ فسر التقرير أن أمريكا ستضطر بالتأكيد إلى نشر تعزيزات عسكرية في أوروبا لردع روسيا، ما يعني أنها قد تضطر إلى الاختيار بين جبهة أوروبا وجبهة آسيا للدفاع عن تايوان، فلن تستطيع دعم جبهتين ثقيلتين في آن. لكن الأهم من ذلك التحديات في سرعة وتيرة إنتاج المعدات العسكرية الكافية. الكونغرس الأمريكي يعرف جيدا الاستنزاف الحاصل في الميزانية المخصصة للدعم أو للدعم الأوكراني. يتنازع أعضاء الكونغرس على حزمة دعم جديدة، فمنهم من يرى أن الأموال المخصصة لكييف يجب أن تذهب إلى قضايا داخلية، خاصة مع بلوغ الحرب مداها المتوقع. الحديث عن أمريكا ما بعد الحرب جاء مع قدرة روسيا على الصمود والتقدم في المعركة رغم خسائرها العسكرية. كشفت معلومات استخباراتية أمريكية أن نحو 90% من عدد القوات الروسية التي هاجمت أوكرانيا مع بدء الحرب تعرض للقصف والتدمير. شكرا جزيلا غيداء. ونتابع مع ملف أمريكي، حيث أخذ قرار المحكمة العليا لولاية كولورادو بشأن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب أبعادا ضخمة في الولايات المتحدة. فمحكمة الولاية سبقت المحاكم الاتحادية بالقول إن لترامب علاقة بالهجوم على مبنى الكونغرس، ومنع القرار وضع اسم ترامب على لائحة المرشحين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية بالولاية. نفهم أكثر مع بيير غانم في هذا التقرير. هناك ثلاثة بنود فائقة الأهمية في قرار محكمة كولورادو. البند الأول هو أنها اعتبرت أن دونالد ترامب على علاقة وثيقة بما حدث من هجوم يوم 6 يناير على مبنى الكونغرس الأمريكي هنا، وبذلك سبقت هذه المحكمة المحاكمات الأخرى في المحاكم الفيدرالية الأمريكية. البند الثاني اعتبرت أن الأمر هو تمرد من قبل شخص أقسم يمين الولاء عندما كان رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. البند الثالث هو أن محكمة كولورادو منعت أن يكون ترامب على لائحة المرشحين في الانتخابات التمهيدية أو الرئاسية في الانتخابات المقبلة. ترامب رد بالقول أن ما فعله يوم 6 يناير هو تعبير عن الرأي وليس تمرد. الجمهوريون وقفوا إلى جانب الرئيس السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، وبشكل خاص قال عضو الكونغرس الأمريكي السيناتور لينزي غراهام أن هذا هو ما يدعم من مواقف ترامب وسوف يجعله أقوى كمرشح، وأن الليبراليين والديمقراطيين يخافون من دونالد ترامب. حملة ترامب قالت إنها سوف ترفع هذه القضية إلى المحكمة العليا. أهمية هذا الموضوع هو أن قضايا مماثلة مرفوعة أمام محكمة مينيسوتا ومحكمة نيو هامشير، ولو وصلوا إلى النتيجة ذاتها سوف يحرم ترامب من أن يكون مرشحا في الانتخابات التمهيدية أو الانتخابات الرئاسية في أكثر من ولاية أمريكية. الكلمة الفصل في هذا الموضوع سوف تكون كلها أمام المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية. بيير غانم، العربية، من واشنطن.
نتابع هذا الموضوع بأكثر تفاصيل مع زميلنا من واشنطن مراسل العربية حسين الطود. حسين أهلا بك معنا. المفروض صحح لي المعلومة، سنبقى في انتظار 4 يناير حتى تنظر المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية في هذا القرار. السؤال المطروح هو إلى أي مدى يمكن لترامب وحملته الانتخابية أن تنجو من هكذا قرار للمحكمة العليا بكولورادو؟ هل يمكن أن يستأنف؟ هل يمكن أن تحكم المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية بغير ما حكمت به كولورادو؟ بالفعل ريم، هذا الأمر ستحكم به المحكمة العليا. القرار معلق حتى الآن حتى تحكم المحكمة العليا، وهناك من يقول بأن هذه المحكمة قد تحكم لصالح ترامب لأن المحافظين يسيطرون عليها، وأيضا فيها 3 قضاة عينهم ترامب نفسه. لذلك هذه التوقعات بأنها قد تسرع العملية من أجل الحكم لصالح ترامب، وإذا حكمت لصالح ترامب فإن الموضوع سينتهي وسيتم إلغاء قرار محكمة كولورادو العليا. كل الأمور متوقفة حتى الآن على قرار المحكمة. في ظل ذلك هناك ردود فعل كثيرة شاهدناها اليوم. هذا الخبر كان هو الخبر الأبرز هنا في واشنطن. الجمهوريون ومؤيدو ترامب اعتبروا أن هذا القرار قرار سياسي محض. فيما طيب، ولكن قبل أن يكون حسين اسمح لي فقط، قبل أن يكون سياسي أو قضائي، ولكن أنت ذهبت إلى موضوع عدم قبول المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية بقرار كولورادو، ولكن إن دعمت هذا القرار هل يمكن لترامب أن يترشح أم لا؟ باختصار شديد أنت كرمت. باختصار إذا أيدت المحكمة العليا قرار المحكمة العليا في كولورادو، نعم بالفعل ستكون انتكاسة كبيرة لترامب، لعندها إذن هذه محكمة فيدرالية سيعم القرار على باقي الولايات، وبالفعل سيمنع ترامب من الترشح أو من خوض الانتخابات التمهيدية ومن الترشح حتى الانتخابات العامة. هذا قرار محكمة فيدرالية هي على المستوى الفيدرالي ويعم على جميع الولايات. هذا هو القرار بالفعل، سيكون إذا تم ذلك سيكون قرار كبير من هذه المحكمة. طيب إذا سنبقى في انتظار قرار المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية، وشكرا جزيلا الشكر حسين الطود مراسل العربية من واشنطن. ونتوقف مع فاصل، من بعدها سنعود لنتابع. احتجاجا على رفض زيادة رواتبهم، الأطباء الخريجون ينفذون إضرابا عن العمل. ونحييكم من جديد. للعام الثاني على التوالي تصدرت اليونان تصنيف مجلة The Economist كأحد أفضل اقتصادات الدول أداء، وذلك بعد تفوقها على اقتصادات دول كبرى مثل أمريكا وألمانيا. تصنيف المجلة يركز على 5 مؤشرات اقتصادية ومالية من ضمنها التضخم والفجوة في الأسعار، إضافة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي والوظائف وأداء السوق المالي، على الرغم من أن أثينا ما تزال بعيدة عما كانت عليه قبل أزمة عام 2010، إلا أنها تستمر في تصدر القائمة. وتشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد أن الاقتصاد اليوناني سينمو بنسبة 2.5% خلال العام الحالي و 2% في العام المقبل. نفهم أكثر كيف تمكنت اليونان من فرض هكذا اقتصاد، وإلى أي مدى هناك دقة كذلك فيما أشارت له The Economist، مع زميلنا هنا في الاستوديو سند عالية محرر شؤون اقتصادية في قناة العربية. سند أهلا بك معنا. سند، اليونان بعد ما كانت تشهد أضعف الاقتصادات في الاتحاد الأوروبي وتمثل حتى ثقل على كاهل دول الاتحاد، اليوم The Economist تقول بأنها أفضل اقتصاد أداء وليس أفضل اقتصاد صحيح في العالم. السؤال المطروح، ما الذي فعلته اليونان حتى تصفر بمثل هكذا رتبة؟ The Economist هي حددت بهذا الدراسة 5 معايير اتفقت عليها، هي النمو الاقتصادي، هي الوظائف، الأداء المالي للاقتصاد، التضخم والفجوة السعرية. تركيزهم الأساسي كان على التضخم والفجوة السعرية، كيف تراجعت الأسعار. فبالنسبة لهم مثلا في دول زي أمريكا طبعا نموها الاقتصادي هيكون كتير قوي، بس اليونان التضخم عندها
قادرة تسيطر عليه إلى حد معين. طب كيف؟ ما هو هذا هو السؤال. يعني حتى لا نقارنها بأمريكا، خلينا نقارنها بدول اليورو مثلا، تشبه تقريبا في طبيعة الأمور في الأسعار إلى آخره. كيف تمكنت من الضغط على الأسعار في ظل تضخم تشهده كل دول أوروبا؟ صحيح، ما بريطانيا والألمانيا تواجه مشاكل كبيرة. مثلا ألمانيا تواجه مشكلة في أسعار النفط والطاقة، أسعارها مرتفعة. بريطانيا تواجه مشكلة الخروج من الاتحاد الأوروبي. أما اليونان، اليونان لديها قدرة كان على خفض الوظائف، تدخل البنك المركزي، خفض البطالة 100%، خفضت البطالة. إضافة لذلك أنه قرار البنك المركزي بأنه يتدخل في الانترست ريت، هذا الإشي كلياته ساهم بأنه اليونان تقدر تسيطر على التضخم. الفجوة السعرية أنه السعر لما ارتفع في كل العالم صار في تضخم، ففي اليونان لما ارتفع التضخم وصار عندهم قدرة كبيرة على أنه السيطرة عليه، هذا ساهم بأنه يقلل من حدة المشاكل على المواطن، وهذا الإشي ساهم بأنه يجتذب استثمارات كتير كبيرة من الخارج. إضافة لذلك اليونان لأول مرة من تقريبا عقد وكالات التصنيف الائتماني، واللي هي بتأثر كتير على القدرة تاعت الاقتراض 100%، فهي أول مرة من 10 سنين بتخليها ضمن الدرجة الاستثمارية فعليا. فهيك عم تخلي العالم عنده ثقة كتير كبيرة في اليونان، على أساس أنها هي دولة قادرة تتعامل مع كل المواقف اللي عم تتعرض لها من مشاكل. هي إجراءات سياسية اتخذتها أو إجراءات اقتصادية؟ هي تنين دائما يتداخلوا ببعض. الإجراءات السياسية الأولى أنه التجديد لرئيس الوزراء. رئيس الوزراء لما يكون في تجديد له، هذا بيأكد أنه البلد عندها استقرار لأربع سنين، تكون في استمرارية للخطة 100%. فالخطة للمستقبل هي جاذبة وبتخلي المستثمرين يكون عندهم ثقة كتير كبيرة بهاي البلد. نعم. إضافة لذلك أنه الاستثمارات عم بتكون موجهة لهاي الدولة بسبب توقعات النمو المستقبلية، مش فقط على حاليا. احنا بنتوقع نمو كتير بعيد بالمستقبل لليونان، فهذا الإشي عم بيساهم بأنه اليونان تكون هي نعم. على كل إنه ربما اليونان تكون نموذج لبعض الدول الأخرى اللي تشكو من اقتصاد يعني صعب. شكرا جزيلا لك زميلنا سند عالية، محرر الشؤون الاقتصادية في قناة العربية. شكرا لك. توصل البرلمان الأوروبي ودول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، وذلك في ختام مفاوضات طويلة جدا. كما أقرت فرنسا قانونا جديدا للهجرة واللجوء. التفاصيل مع الزميل وسام الذهبي. لحظة تاريخية، هكذا وصفت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إلفا يوهانسون الاتفاق الأوروبي الأخير لإصلاح نظام الهجرة واللجوء. اتفاق رأى النور بعد مخاض عسير ومفاوضات طويلة. اليوم هو حقا يوم تاريخي. أنا محاطة بزملاء لم يناموا لأيام وليال في لحظة مؤثرة للغاية. هذا الاتفاق استغرق إعداده أكثر من 10 سنوات. هو إذن يوم تاريخي تقول رئيسة البرلمان الأوروبي، لكن ما هي أبرز التعديلات التي جاء بها هذا الميثاق؟ يأتي في مقدمة هذه التعديلات ضرورة القيام بإجراءات طلب اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وليس داخلها، كما تم وضع آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة، فضلا عن إقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين ترفض طلبات لجوئهم بسرعة أكبر. الوصول لاتفاق بخصوص الهجرة لا يمكن أن يحجب حجم الخلاف الذي خلفه ولا يزال. ففي ألمانيا مثلا تعرضت قيادة حزب الخضر لانتقادات واسعة بسبب موافقتها على ميثاق اللجوء، كما حذرت منظمات حقوقية أوروبية من ظروف أشبه بالسجن للمهاجرين في المخيمات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. حمى التصدي لعمليات الهجرة واللجوء تجتاح كل أوروبا، فإلى جانب اتفاق الاتحاد الأوروبي أقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية مشروع قانون
بشأن الهجرة. في أبرز تفاصيل القانون، إمكانية تجريد مزدوجي الجنسية من الجنسية الفرنسية في حال ارتكابهم جرائم ضد قوات الأمن، هذا فضلا عن تشديد شروط لم الشمل التي تخص الأسر، حيث لا يحق الآن للشخص لم شمل أسرته قبل مرور عامين على إقامته في فرنسا. كما سيتم أخذ ضمان مالي من الطلاب الأجانب الذين يأتون إلى فرنسا للتعليم. ومن التعديلات المثيرة أيضا عدم السماح لأبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية حتى سن 16. ويأتي هذا القانون بعد أشهر من أحداث العنف التي اجتاحت فرنسا بعد مقتل الشاب نائل ذي الأصول الجزائرية على يد قوات الأمن الفرنسية. واعتراضا على إجراء مماثل في فرنسا، أعلن وزير الصحة الفرنسي غيليان غوسو استقالته احتجاجا على إقرار البرلمان قانون الهجرة. وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الجدول حول قانون الهجرة كان قد أدى إلى انقسامات داخل الحكومة، خاصة بعد تصريحات لرئيسة الوزراء إليزابيث بورن اعترفت خلالها أن بعض الجوانب في القانون لا تتماشى مع الدستور الفرنسي. بشر الأطباء الخريجون في إنجلترا ضربا ممتدا إلى 9 أيام إثر فشل مفاوضاتهم مع الحكومة لزيادة رواتبهم. وينقسم أضرب الأطباء الجديد إلى مرحلتين بعد سلسلة من التحركات المماثلة في الأشهر الأخيرة، في وقت يكابد نظام الصحة العامة في بريطانيا لاحتواء الأعداد الكبيرة من المرضى المسجلين على لوائح الانتظار لتلقي العلاج. خطف رجلان مصريان طفلتين من أحد مصاعد العمارات في مدينة نصر المصرية. وأظهر مقطع مصور أن رجلين أقدما على تخدير وخطف الفتاتين أمام كاميرا المراقبة. وكشفت تحقيقات وزارة الداخلية المصرية أنه من بين الخاطفين والد الطفلتين. ختاما العناوين. إلى الدمار، إلى الهاوية. احنا شعب منهار بكل مصداقيه. في ظل تهدم منازلهم وتشردهم، فلسطينيون من جباليا يرون معاناتهم للعربيه ويستغيثون لانهاء الحرب. اعلام اسرائيلي يكشف عن ان الجيش كثف عملياته في خان يونس بحثا عن السنوار بهدف اغتياله. تزامنا مع توسع رقعة الشبكات، برنامج الأغذية العالمي يعلق المساعدات في أجزاء من ولاية الجزيرة السودانية. والاتحاد الأوروبي يتفق على تشديد نظام اللجوء وانقسام في فرنسا بسبب إجراء مماثل. انتهت هذه النشرة العربية .net. دائما المزيد وأخبارنا مستمرة على مدار الساعة واليوم. بعد قليل يلقاكم طاهر بركة. السلام عليكم.